صقر الطعام تضامنا مع الإضراب المفتوح الذي أعلنته السجينة علا القرضاوي. ومجلس الوزراء يعلن قرار ربط أسعار الوقود بالسعر العالمي. جامعة القاهرة تفصل أستاذا بعد إدانته بالتحرش بطالبات. ووفاة والدة رئيسة الطائفة اليهودية في مصر. ورئيس السيسي يعين رؤساء جدد لمحكمة النقض وللنيابة الإدارية. تابعون. نظم نشطاء مصريون اليوم يوما تضامنيا شمل الإضراب عن الطعام تضامنا مع علا القرضاوي نجلة الشيخ يوسف القرضاوي التي أعلنت إضرابا مفتوحا قبل يومين. وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على علا القرضاوي وزوجها حسام خلف في يونيو من عام 2017، وبعد عامين من الحبس الاحتياطي صدر قرار بإخلاء سبيلها، إلا أنها فوجئت بإدراجها في قضية جديدة وتوجيه تهم التمويل جماعة إرهابية من داخل محبسها. وتبلغ السيدة علا القرضاوي من العمر 57 عاما وهي أم لثلاثة أبناء. تنضم إلينا من مدينة سياتل الأمريكية عبر خدمة سكايب آية حسام خلف نجلة السيدة علا القرضاوي. أهلا بك معايا آية. أهلا. في البداية يعني السيدة علا بدأت الإضراب عن الطعام احتجاجا على ضمها لقضية جديدة بعد قرار إخلاء سبيلها بدأت في يوم 4 يوليو. هل تعرفوا إذا كانت النيابة بدأت أي تحقيقات جديدة معها بشأن القضية الجديدة، وهل واجهتها بأي أدلة أو إحرازات وإلى آخره؟ ماما في يعني تاني يوم من إخلاء السبيل اللي أخدته بعد ما النيابة لم تستأنف ويعني تم إخلاء السبيل، أخذوها النيابة وعملوا معها تحقيق من غير ما يبلغوا المحامي، فلم يحضر معنا يعني معها المحامي، ولسه في ميعاد تاني هيتحدد لاستكمال يعني هذا التحقيق، فلم يحضر محامينا ولا نعرف يعني تفاصيل ما حدث. ولكن احنا عارفين ان التهم التي وجهت هي ان هي تمول وتدعم جماعات إرهابية باستغلال علاقاتها داخل السجن. طبعا يعني دي يعني تهم هزلية يعني لا يستطيع ان يصدقها يعني اي عقل، يعني كيف يعقل ان هي تكون بتمول وتدعم الإرهاب من داخل السجن بقالها في حبس انفرادي لمدة سنتين؟ يعني لو في اي حد مفروض يتهم في هذه القضية فهم الناس القائمين على السجن والمأمور داخل السجن، يعني كيف يتم هذا من حبس انفرادي من داخل السجن؟ فيعني حتى التهم التي وجهت يعني تهم لا يصدقها يعني أي أحد، يعني وتهم هزلية الهدف منها الوحيد أن هم يعني ما ينفذوش قرار إخلاء السبيل ويعني يظلموها يعني سنتين أخرى في قضية جديدة. طب آية، هل تواصلتم مع النائب العام أو أي مؤسسة رسمية بشأن قرارها في الإضراب عن الطعام؟ لا للأسف يعني لم يتم. هي أعلنت الإضراب عن الطعام في لحظتها للنائب العام وقالت إن هو إضراب عن الطعام مفتوح يعني لن ترجع عنه لحين إخلاء سبيلها، وطبعا ده لأن هي وصلت لدرجة إن هي لا تستطيع أن تتحمل يعني أي شيء آخر، وبعد يعني ما أخذت الإحساس بالإخلاء السبيل وإنه خلاص يعني بعد سنتين استحملت يعني حبس انفرادي سيتم الإخلاء عنها، يعني يزجوا بها في قضية أخرى ونبدأ يعني الكرة من أول وجديد. يعني للأسف لأن إحنا ممنوعين عن الزيارة والمحامي ممنوع عن الزيارة ولا يوجد أصلا أي طريقة للتواصل مع أمي خلال السنتين يعني اللي أنتوا فاتت. خلال السنتين اللي فاتت يا آية ما زرتوش ولا والدك ولا والدتك على الإطلاق؟ لم يزور أحد والدي أو والدتي خلال السنتين اللي فاتوا تماما ولا أكلمها أحد، يعني المرات الوحيدة اللي يستطيع المحامي أن يراها هي خلال المحاكمة اللي بتتم كل 45 يوم أو خلال يعني التجديد اللي بيتم خلال 45 يوم، وبتكون من وراء زجاج يعني لا يجلس معها ولا يتكلم معها، لكن لم يجلس معها المحامي أو فرد واحد من العائلة خلال السنتين كلهم. وحتى الآن إحنا لا نستطيع أن إحنا نطمن يعني على صحتها، ولا لو حصل حاجة وهي في الإضراب هنستطيع أن نطمن على صحتها، لأن هم مانعين كل شيء وقافلين كل طرق التواصل. يعني ما بتقدروش تدخلوا لها حتى أي يعني حتى لو ممنوعين من الزيارة، هل بتقدروا تدخلوا لها أي متعلقات خاصة بيها، أي أدوية سواء لوالدك أو والدتك على الإطلاق؟ حاجات بسيطة جدا، ممنوع ان احنا ندخل اي اكل واي يعني متعلقات، يمكن نكون قدرنا ندخل يعني ملابس في مرة او مرتين، لكن في معظم الاحيان حتى الحاجات دي تمنع. الاكل كان ممنوع والادوية كانت ممنوعة، يعني لم نستطيع ان احنا نتواصل او نعمل اي شيء يعني من اول السنتين للاسف.
طب آية، النهاردة شفنا ناشطات بيعلنوا إن هم كمان هيضربوا على طعام يوم السبت بشكل تضامني تضامنا مع والدتك. هل الدعوة دي يعني لاقت رد فعل كافي من وجهة نظرك؟ نعم، احنا يعني الحمد لله كان في يعني تكاتف يعني من جوه مصر ومن بره مصر، وناس كتير استجابت لهذه الدعوة، وناس كتير من عائلة بدأت الإضراب فعلا، واحنا ناويين ان احنا نصعد في هذا الإضراب خلال الأيام القادمة. يعني لو لم يتم الإفراج عن أمي في خلال تكملة التحقيق القادمة، غالبا ناويين ان احنا نصعد في هذا الإضراب أكتر. احنا طبعا شاكرين لكل اللي عملوا الإضراب الرمزي مع أمي، يعني كفاية بالنسبة لنا انه كل هذه الناس واقفة معاها وكل هذا التضامن موجود معاها، ويعني أتمنى إن أمي تقدر تعرف في تضامن معاها قد إيه ومن الخارج يعني، ولكن للأسف ما فيش طريقة إن هي حتى تعرف الأخبار. طب آية، هل والدتك كان ليها أي والدتك ووالدك هل ليهم أي نشاط سياسي؟ هل كان ليهم أي يعني أي هل شاركوا في أي فعاليات سياسية؟ هل كان ليهم أي طرح سياسي، أي وجهة نظر بيعلنوا عنها ممكن تكون هي السبب، ولا فقط ارتباطهم بجد حضرتك الشيخ القرضاوي؟ أنا أمي ليس ليها أي عمل سياسي من أي نوع، يعني أمي عندها 58 سنة، ليس لها أي دور سياسي، يعني هي جدة ويعني تعمل في السفارة القطرية في يعني منصب وظيفي عادي جدا. بابا كان يعني جزء من حزب الوسط، وهو حزب يعني قانوني لحد الآن. لم يكن أمي ولا أبي جزء من الإخوان أو من أي جماعة تانية غير قانونية في مصر في أي وقت، ولم يكن لهم أي عمل سياسي في الفترة التي تسبق يعني القبض عليهم. فهو السبب الوحيد للقبض على ماما وبابا في هذا الوقت هو العداء مع قطر اللي زاد في هذا الوقت، والعداء مع الشيخ يوسف القرضاوي. ويعني أمي ينكل بها خلال سنتين بهذه يعني القسوة، وتوضع في حبس انفرادي يعني لم يوضع فيه أي سيدة من قبل، وتمنع من كل الزيارات ومن كل أنواع التواصل، وحتى بعد إخلاء السبيل يحطوها في قضية تانية وهي ليس لها علاقة بأي شيء، يعني ليس لها أي دور سياسي ولا لها أي علاقة بأي شيء. ولو كان ليها حتى دور سياسي كانوا لقوا تهم يعني أحسن من دي وجهوها لها، يعني حتى التهم اللي وجهت يعني ولا أي حد داخل مصر ولا خارج مصر يقدر إن هي تصدق إن هي تهم معقولة. يعني هل هم فجأة اكتشفوا بعد السنتين في يوم إخلاء سبيلها إن هي كانت تمول الإرهاب من الداخل؟ يعني لا يعقل حتى نوع التهم الموجهة يعني. طيب آية، ايه الخطوات اللي انتوا قررتم ان انتوا او بتفكروا ان انتوا تاخدوها في المستقبل؟ والله احنا عندنا خطوات كتير هناخدها، يعني من داخل مصر فريق الدفاع هياخد كل الطرق القانونية طبعا، يعني لسه في تكملة للمحاكمة، والمحامي هياخد كل الطرق القانونية المتاحة داخل مصر ليتم الإفراج عن أمي وأبي. اتعاملنا مع كل منظمات حقوق الإنسان داخل مصر وخارج مصر، وفي منظمات كتير يعني طلعت بيانات بالفعل، وفي منظمات هتطلع بيانات في الأيام القادمة. يعني منهم منظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قالت رفض السلطات المصرية لتنفيذ قرار إخلاء سبيل علا القرضاوي وتجديد حبسها عمل كيدي، والتهم الموجهة إليها تهم عبثية، ويعني كل الناس تتفق مع هذا يعني. وطبعا في يعني الجزء الإعلامي، احنا هنسلط الضوء على الانتهاكات اللي تمت بحق أمي، وعلى الإضراب اللي أمي عاملاه اللي يعني كلنا خايفين طبعا ان هو يودي بحياتها من غير وهي لوحدها يعني في السجن. ويعني هنفضح النظام المصري وكل انتهاكاته في كل القنوات وكل الأماكن الإعلامية خارج مصر وداخل مصر لحد ما يتم الإفراج عن أمي، يعني لأنه لا يعقل إنه يعني بعد صبر سنتين على هذا الوضع، يعني إن هم يألفوا قضية بهذا الشكل ويدخلوا أمي فيها يعني. بنشكرك، كنت معنا من سياتل المدينة الأمريكية عبر خدمة سكايب آية حسام خلف، نجلة السيدة علا القرضاوي، شرفتينا يا آية. نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار رئيس مجلس الوزراء الذي ينص على تعديل أسعار الوقود بصورة ربع سنوية، بحيث يتم مراجعة السعر كل 3 أشهر حسب سعر خام برنت عالميا، وكذلك سعر صرف الجنيه أمام الدولار. القرار يأتي بعد يوم من رفع أسعار منتجات الوقود بنسب تتراوح بين 16 إلى 30%. المزيد من التفاصيل بالتقرير التالي. بعد يوم واحد من قرار رفع أسعار الوقود، نشرت الجريدة الرسمية قرارا جديدا متعلقا بالملف.
الحكومة المصرية قررت ربط سعر بيع المنتجات البترولية بمتوسط السعر العالمي، ما يعني تغير سعر الوقود كل 3 أشهر داخل مصر بداية من أكتوبر، وهذا باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعي الكهرباء والمخابز. القرار نص أيضا على ألا يزيد هامش التغير في كل مراجعة ارتفاعا أو انخفاضا عن 10%، كما سيتم تشكيل لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي، وسيشمل السعر المتغير أيضا ضريبة القيمة المضافة. وتعتمد آلية التسعير على عوامل عدة، منها السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف، فضلا عن التكاليف اللازمة لتوفير الوقود داخل السوق المحلية. مراقبون تخوفوا من إمكانية ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق بعد ربط أسعار الوقود بسعر خام برنت العالمي، الذي من الممكن أن يشهد ارتفاعا يرتبط بالتصعيد في منطقة الخليج ضد إيران، إلا أن آخرين يرون ذلك الاحتمال مستبعدا في ظل رغبة عالمية من موردي ومستهلك النفط بالحفاظ على استقرار الأسعار وخفوت طبول الحرب مؤخرا. الحكومة أكدت أيضا أنه لا نية لتجديد اتفاق قرض صندوق النقد بعد انتهاء المدى الزمني لخطط الإصلاح الحالية بالعام القادم، وهو ما يأمل ملايين المواطنين أن يكون نهاية لسلسلة من القرارات التي حملتهم ضغوطا اقتصادية بالغة الصعوبة. وانضم إلينا من اسطنبول محمود العناني الكاتب الصحفي. أهلا بك معايا محمود. ورفع الدعم عن المواد البترولية تم بخطى ثابتة منذ سنوات، منذ أعلنت الحكومة عن خطة الإصلاح الاقتصادي وعلاقتها بصندوق النقد. دلوقتي الحكومة أعلنت النهاردة أن مفيش قروض تاني، وأن خطة الإصلاح بتنتهي ب2020، ومفيش أي نية لتجديدها أو لأخذ قروض أخرى من صندوق النقد. هل شايف ده معناه أن هو خطوة هتكون إيجابية ونهاية للإجراءات القاسية اللي مر بها الاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة؟ يعني إحنا بنتمنى في أنه يتتوقف هذه السيول من القروض التي، وهي سياسة الغير مفهومة طبقا للاقتصاد المصري وطبقا الوضع الاقتصادي المصري، سياسة القروض من كل العالم، سياسة القروض الخارجية والداخلية، زيادة القروض على ما يتعلق أو زيادة طرح الأوراق والسندات في الأسواق المحلية، وتحويل الخزانة المصرية أموالها بدلا من خدمات المواطنين، وبدلا من أن توجه إلى الخدمة العامة، وبدلا من أن توجه زيادة نسبة الرفاه لدى المجتمع، بيتوجه 48% من الخزينة المصرية إلى فقط خدمات الديون الداخلية والخارجية على مصر. خدمة الدين المصري هي تأكل الاقتصاد المصري بشكل أساسي. زيادة القروض وما سمي بالإصلاح الاقتصادي، وكان القروض هو أحد النصائح التي وجهها صندوق النقد الدولي للقاهرة، زيادة القروض التي لم تثمر أي نتيجة واقعية أو حقيقية لدى المواطن المصري. إحنا النهاردة بنتكلم على سنوات من إطلاق برنامج ما يسمى بالإصلاح الاقتصادي، وكان من المفترض خلالها أن نرى هذا الإصلاح منعكس على وضع وحال المواطن المصري في الشارع. احنا اليوم بنلاقي نتيجة هذا القرار الاخير برفع اسعار المحروقات، بنجد المواطنين بيتوجهوا بالسخرية ان هم سيعودوا الى استخدام العجلات الحربية وعربات النقل بالماشية الى مواصلاتهم لاشغالهم واعمالهم. يعني احنا النهاردة بنجد هذه الديون لم يستفيد منها المواطن المصري بأي شيء، طبقا لإحصاءات البنك الدولي نفسه اللي بيتكلم إن حوالي 60% من المصريين إما تحت خط الفقر بالفعل أو مهددين بإن هم يكونوا تحت خط الفقر. إحنا بنتكلم عن أموال ملياريه 198 مليار دولار، 198 مليار جنيه مصري، هم زيادة الديون في الموازنة الجديدة فقط، ديون من الداخل وديون من الخارج. لكن من المفترض أن نجد تأثيرها على المواطن، بنجد أنه
تقليص ميزانية الصحة، تقليص ميزانية التعليم، وبنجد وزيرات التربية والتعليم ووزير الصحة بيتكلموا عن أنهم لن يستطيعوا تطوير منظومة التعليم والصحة طبقا للميزانية. يعني لما نبقى بنتكلم عن أن 1.2 فقط وميزانية التعليم 2.1 ميزانية التعليم، ورقم أقل هو ميزانية الصحة، ونجد أن 48% من الموازنة العامة المصرية تتجه فقط إلى خدمة الديون. نحن النهاردة بنلاقي عدم أي تحسين في أجور العاملين بالدولة، بل انخفاض ميزانية العاملين في الدولة طبقا للميزانية الجديدة. احنا بنجد أنه المواطن المصري لم يحصل على أي تأثير إيجابي نتيجة هذه الديون التي لم يستفد منها سوى الدائنين، البنك الدولي ومجموعة الدائنين الدوليين إلا أقرب. بس يا محمود، الأرقام اللي صرفة. بتقولها الدولة مختلفة. الأرقام اللي بتقولها الدولة لو أنت بصيت بتقول، بغض النظر عن أن في إشادات دولية كتيرة جدا طبعا بخطة الإصلاح الاقتصادي وبنجاحها وبالحقيقة حتى الآن، أرقام الدولة نفسها يعني خليني أقول لك أن التضخم نزل، الارتفاع الاحتياطي، النمو بقى وصل 5%، معدل البطالة انخفض 8.9%. الاحتياطي المصري لا تملكه الدولة المصرية، الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري المودع في الخزائن المصرية لا تملكه الدولة المصرية بالأساس، لأنها أموال دائنين. هذا الاحتياطي الذي هو بالأساس انخفض ثم ارتفع نتيجة الديون والقروض هو لا تملكه الدولة المصرية. في النهاية هناك سندات يجب على الدولة أن تقوم، هذه أموال لا تملكها الدولة المصرية. إذا كنا بنتكلم عن إصلاح اقتصادي حقيقي كنا هنجد تحسن في سعر صرف الجنيه، كنا هنجد نوع من أنواع الرفاه لدى المواطن. إحنا النهاردة لما بنتكلم إن البنك الدولي نفسه بيتحدث عن الفقر، وفي نفس الصفحة وفي نفس البيان بيتحدث عن ارتفاع نسبة أو تحسن وضع المواطن المصري، ده كتب واضح من البنك الدولي أو تعمية على بعض المعلومات في مقابل تصدير معلومات أخرى. الواقع النهاردة في مصر يجب أن يقول أن المواطن المصري لا يجد ولن يجد لتر بنزين بسعر مناسب وللحصول على مواصلة. نجد النهاردة أن المواطن لمجرد عشان ينزل بيته ويرجع هيدفع مش أقل من 30 جنيه. نجد النهاردة أن المواصلات العامة أسعارها بترتفع، نجد النهاردة أن تذكرة المترو من جنيه لسبعة جنيه بتوصل، نجد النهاردة أشخاص ومواطنين يتحدثون بشكل واضح وصريح عن انقطاعهم عن زيارات الأصدقاء لأنه خارج نطاق مقر إقامتهم ب 10 كيلومتر اللي هيزيد كلفة اليوم الواحد على المواطن. هذه كل الإجراءات التي تم إقرارها في برنامج الإصلاح الاقتصادي لم تؤثر بشكل إيجابي. نحن نرى طبقا لموازنة الدولة اللي عرضت على مجلس النواب لم نرى أي تحسن في أي بند للمواطن، تعليم وصحة وأجور لم نرى فيها أي نوع من أنواع التحسن. طب ابقى معي محمود، وبينضم إلينا من القاهرة عبر الهاتف رضا عيسى الباحث الاقتصادي. أهلا بك معايا أستاذ رضا. وبند دعم الوقود في موازنة 2019-2020 الموازنة الجديدة موجود ب 53 مليار جنيه مصري. الحكومة قالت أنه هو يكون موجه للكهرباء والبوتجاز المنزلي والوقود المخابز. هل حضرتك شايف إزاي آلية حساب الدعم ده يا فندم؟ مساء الخير لحضرتك وضيوفك ومشاهديك الكرام. موضوع دعم الطاقة في مصر اتجرى على ايد يوسف بطرس غالي في 2005 لما ابتدى يتكلم عن حاجة اسمها تكلفة الفرصة البديلة مش تكلفة الانتاج. احنا ببساطة شديدة الدولة بتقول انا لو بعت البترول ده للعالم الخارجي هبيعه ب10 قروش يبقى المواطن كمان يشتري ب10 قروش ببساطة، برغم ان الدولة بتاخد من البترول الاتي، الدولة بتفرض ضرائب 40% او اكثر على شركات البترول وده بيزود تكلفتها، والدولة بتاخد ايتاوة على البترول، حاجة اسمها ايتاوة على شركات البترول بتخش موازنة الدولة، وفائض هيئة البترول بقى تحقيق الارباح بتخش موازنة الدولة. البترول اللي بيباع عليه ضريبة قيمة مضافة من زمان قوي من ايام ضريبة المبيعات. يعني في 3-4 عناصر لو قيمناهم ماليا هنكتشف ان الدولة بتتربح من الطاقة، لأن المجموع ما تأخذه في البنود اللي أنا قلتها أكثر مما تدعيه من دعم الطاقة. إذا كان بتدعم الطاقة بقرش
هي بتاخده قرشين، والارقام الموازنات السابقه بتقول هذا الكلام وتكشفه بوضوح شديد جدا. احنا عندنا مشكله محاسبيه، لعبه محاسبيه تجاه يوسف بطرس غالي بموضوع تكلفه الفرصه البديله. انا لو بعت ده بره هبيعه بكام؟ وبالتالي حاسبنا. بالاضافه الى احد العناصر اللي بتزود تكلفه ما يسمى دعم الطاقه ارتفاع سعر الدولار، هل حضرتك انت تتخيل ان تعويم الجنيه كان له اثر في زياده ما يسمى بدعم الطاقه؟ القرارات الاقتصاديه نفسها اللي عملتها الحكومه ادت لزياده التكلفه على الورق، تكلفه الفرصه البديله. كنا زمان بنحسب تكلفه البرميل ب 60 70 دولار، بنضرب الدولار في 6 جنيه او 7 جنيه، دلوقتي بنضربها في 18 و16 جنيه. يعني القرارات الاقتصاديه نفسها تخلق ازمه. لما حد يجي يقول لي عايزين نزعر البترول اللي هيتباع في مصر باسعار عالميه، هقول له طيب ماذا عن الضرائب المفروضه على شركات البترول وهي تزيد تماما عن الضرائب المفروضه على داخل الانشطه في مصر. يعني طب استاذ رضا، يعني هل ممكن تشرح للساده المشاهدين، يعني هل الدوله هتحاسبنا على السعر العالمي على البترول اللي هي هتستورده بغض النظر، وهتحاسبنا على السعر المحلي على البترول اللي هي هتكون موجوده، يعني هي عندها عمليه حسابيه شبه دي، ولا كل البترول دلوقتي بالسعر العالمي؟ لا طبعا، مصر في كام سنه اللي فاتوا اصلا عندها فائض صغير بتصدره. يعني احنا بترولنا اصلا ما بنستوردش هذا الكم، ولو بنستورد جزء صغير. انا افهم ان الجزء المحلي احنا عندنا المفترض ان في حصه بناخدها مجانيه من شركات التنقيب وحصه بنشتريها بسعر عالمي. المفروض انها في المتوسط التكلفه عندي جزء مجاني وجزء بسعر عالمي، اخد متوسط هذه التكلفه واحسبها، مش اعمل سعر افتراضي. افتراضي انا بكرر، هو افتراضي. النهارده البترول في الموازنه العامه الجديده بيحسبوه او بيتوقعوا ان يكون سعره في حدود 67 او 68 دولار، وبيحسبوا دعم البترول على هذا الاساس باعتبار الدولار ب 16 17 جنيه، بينما اصلا البترول بره وصل لسعر اقل من هذا. انما الحكومه مالهاش دعوه. الحكومه ببساطه عندها تو فاكتورز بتشتغل عليهم، فاكتور سعر البترول العالمي وفاكتور سعر صرف الجنيه المصري، يعني الدولار بكام في مصر. عشان كده حتى لو انخفض البترول في السعر العالمي وحتى لو ثبت سعر الدولار في مصر، بترجع الحكومه برضه لزياده سعر الطاقه. الدوله بتكسب، خليني اعيدها تاني، الدوله بتكسب من مبيعات الطاقه المحروقات في مصر، بتوت البترول، بفائض شركات البترول وهيئه البترول ارباحها اللي بتدعم ميزانيه الدوله، بالضريبه على الدخل اللي هي تزيد عن جميع الانشطه الاخرى في مصر وعن دول العالم بكثير 40% واكثر من. استاذ رضا، يعني صندوق النقد والبنك الدولي اكدوا على اولويه ان تتضمن خطه الاصلاح الاقتصادي برامج حمايه زي ما احنا ما شفنا تكافل وكرامه ومنظومه التموين والى اخره. هل عندنا اليه واضحه نشوف بيها ايه فعاليه البرامج دي ومدى نجاحها؟ هو الاول نتكلم قياس نجاحها. يعني احنا عندنا حاليا صب ناس كثيره مثلا من دعم السلع التموينيه بنخفض التزامنا، انما في الاخر خليني اقول حاجه، قولوا لنا تكلفه برامج الحمايه كام وتكلفه الوفر اللي عملتوه كام. يعني انت بتقول لي هوفر من دعم الطاقه 10 20 35 مليار جنيه، اوكي فاين، تعال قول لي بقى بتصرف منهم كام على برامج الحمايه اللي بتتقلص كل يوم. لما نسمع ان نصيب الفرد من الخبز الدعم مدعوم بينخفض، يبقى لازم نسال. لما نعرف ان في فئات كثيره عماله تشطب مره ورا مره من او في مراجعات مستمره وفي تغيير لقواعد صرف الدعم التمويني، يبقى لازم نسال. لما نتكلم على تكافل وكرامه الشرايح كام نصرف على الموضوع ده، كام حقيقه، مش كام بكلام جرايد، بكلام محاسبي، انت وفرت كام من دعم الطاقه وكام منه راح للحمايه الاجتماعيه. الحمايه الاجتماعيه في الموازنه المصريه الحاليه والسنه الحاليه الجديده يعني والسنه الماضيه للسنه الثانيه على التوالي
الحكومه بتخفض موازنه الحمايه الاجتماعيه للمره الثانيه. السنه دي اتخفضت بنسبه 10%، السنه اللي قبلها بنسبه 4%، يعني بتتخفض بنسب متزايده. طيب الوفر اللي عملتوه في دعم الطاقه راح فين؟ قولوا لنا راح لمين وازاي بالارقام، انما نتكلم كلام عام وكلام جرايد. أرقام مهمة تستحق الدراسة وتستحق أن الدولة فعلا تعلن عنها. بنشكر حضرتك أستاذ رضا عيسى الباحث الاقتصادي، كنت معنا من القاهرة. وعودة مرة أخرى محمود، يعني الرئيس السيسي كان أجرى، أكيد أنت متذكر، لقاء مكالمة هاتفية العام الماضي مع الإعلامي شريف عامر، واتكلم فيها على أن الإعلام لازم يكون ليه دور تنويري ويعرف الناس على الفرق ما بين سعر الوقود في مصر وما بينه في أوروبا، وإن الناس في أوروبا بتدفع ضرائب على دخلها ما بين 30 و40%، ومحدش يقدر يهرب من دفع الضرائب لأنه في حوكمة وإلى آخره من اللقاء. يعني إزاي شايف المقارنات دي؟ والله هي يعني كان ده شيء من أكتر الأشياء الساخرة اللي قام بيها الرئيس عبد الفتاح السيسي في توجيهه المستمر والدؤوب للإعلام المصري حوالين كيف يتناول وماذا يقول وكيف يقول. يعني احنا النهارده لما السيد الرئيس بيوجه الإعلام ان هم يعرفوا الناس كم سعر الوقود، وشفنا اليوم السابع والجرائد التابعه للمخابرات المصريه وهي بتحاول توعي الناس بسعر الوقود بره. طيب سعر الوقود بره في امريكا ب 50 سنت اللي هم حوالي نص دولار، اللي هم الدولار النهارده في مصر ب 17، من 17 ل 18 جنيه، يعني تقريبا بنتكلم في 8 جنيه ونص، يبقى ده سعر. طيب كم دخل المواطن الامريكي في الساعه؟ كم بيحصل الميزانيه الامريكيه، كم بتخصص ميزانيه الدوله الامريكيه للرعايه الصحيه؟ كم بتخصص للتعليم المجاني؟ كم بتخصص منح دراسيه للطلبه الجامعيين؟ وبناء عليه ده بيشيل ده. احنا النهارده لما زي ما استاذك ضيفنا من القاهره اتكلم عن اين تذهب هذه الاموال، يعني احنا ببساطه عندنا سعر عالمي عايزين يطبقوه في مصر، طيب ادونا نمط الحياه العالمي واحنا ندفع ثمن الخدمه العالمي، ده رقم واحد. رقم اتنين، لما نلاقي طبقا الارقام وزي وطول الوقت طول ما احنا بنناقش قضيه ليها علاقه بالاقتصاد وبمعيشه الناس، لازم نكلم الناس بارقام ممسوكه الدوله المصريه نفسها هي اللي اعلنت. الدوله المصريه اعلنت ان 1.2% من ميزانيتها سيذهب الى الصحه. احنا بنتكلم ان من 100 ل 110 مليون مواطن هيتعالجوا ب 1.2% من موازنه الدوله المصريه، في مقابل 48% من موازنه هذه الدوله تذهب الى خدمات الديون. هل هذا منطق؟ هذا لا يعقل في أي مكان في العالم. وهذه السياسات ليست سياسات يبنى عليها أي رفاه للمواطن في أي قطاع من القطاعات. احنا النهاردة وطبقا للي قاله عضو مجلس النواب المصري السيد أحمد طنطاوي ان عندنا في مصر موظفين الخدمة العامة اللي هم بيشتغلوا في التشجير وفي المواصفات والرعاية وكذا بيحصلوا على ما يعادل 40 جنيه مصري شهريا، والعمالة المؤقتة أغلبها عقود اقل من 1000 جنيه شهريا. احنا النهارده بنتكلم ان في مواطن مطلوب منه يفتح بيت ويدفع ايجار ويدفع كهرباء وغاز اللي ارتفعت اسعارهم نتيجه برنامج الاصلاح الاقتصادي، مطلوب منه يعيش ب 800 جنيه، مطلوب منه يعيش ب 2 دولار في الشهر زي ما البنك الدولي بيقوله، مطلوب منه انه يعيش ب 15 دولار في الشهر. هذا هو حال 60% من المصريين طبقا للبنك الدولي ذاته. شكرا شكرا، كنت معنا من اسطنبول محمود العناني الكاتب الصحفي، شرفتنا يا محمود. قرر مجلس جامعة القاهرة فصل الدكتور ياسين نشين الأستاذ بكلية الإعلام بالجامعة بعد ثبوت اتهامه بالتحرش الجنسي والرشوة. وصادق رئيس جامعة القاهرة على قرار مجلس التأديب الذي نص على الفصل النهائي مع احتفاظه بالمعاش. وتعود الواقعة إلى عام 2017 حين نشرت طالبة تسجيلا قالت إنه للدكتور ياسين وهو يضغط عليها للحصول على رشوة جنسية، وهو ما أدى لإحالته للتحقيق منذ ذلك الوقت. ينضم إلينا من القاهرة عبر الهاتف هالة مصطفى، منسق مبادرة شفت تحرش. أهلا بك معايا أستاذة هالة،
وقضية ياسين لاشين كانت خلصت تقريبا بشكل جنائي لما النيابة قفلت التحقيق فيها في ديسمبر 2017، لكن دلوقتي بنشوف قرار إداري بعزله من منصبه مع احتفاظه بالمعاش وبالمكافأة. هل ده حكم مرضي بالنسبة لك؟ هو الحقيقة، أولا أهلا بحضرتك. أهلا يا فندم. الحقيقة أنا يعني حكاية مرضي بالنسبة لي أو مش بالنسبة لي، هو الموضوع مش كده. إحنا زي ما دايما بنقول إن العقوبات بالنسبة لنا مش عقوبات انتقامية، هي بتبقى عقوبات يعني بتنتهج أو فلسفتها فلسفة الإصلاح. فموضوع مرضي أو مش مرضي هو بس في يعني شكر طبعا لازم اوجهه لاداره الجامعه، لانها تعتبر دلوقتي الجهه الوحيده في مصر كلها اللي خدت خطوه ما يعني ضد المتحرش، حتى لو كانت الخطوه تعتبر قليله او غير موازيه او يعني مش قد حجم الجرم، بس على الاقل هي الجهه الوحيده اللي خدت قرار ما ضد المتحرش. الدكتور اعتزل من يعني انتهى منصبه وما عادش هيدرس جوه الجامعه، فما عادش هيبقى له اختلاط بالطالبات، فهيبقى فرصه اللجوء لرشوه جنسيه مره اخرى منعدمه، فده عقاب يعني او منع انا احبذه الحقيقه. كونه طبعا يعني يحتفظ بمعاشه او بكده او مكافئته يعني ماشي. هو طبعا الاصل حضرتك زي ما انت عارفه ان النيابه العامه ما اصدرتش قرار في الموضوع باحالته للمحكمه نتيجه عدم ظهور البنت صاحبه التسجيل وتقدمها ببلاغ. فبما ان النيابه ما كانش في ايدها حاجه تعملها اكتر من كده، فاعتقد ان الجامعه مشكوره، تعتبر هي الجهه الوحيده في مصر اللي خدت على مدار التاريخ طب يعني بس القريب هل اللي خدت النيابة، قرار. هل النيابة دلوقتي تقدر تفتح التحقيق مرة أخرى بعد قرار الجامعة؟ بعد الشهادات الجديدة وبعد قرار الجامعة؟ يعني اعتقد ده ممكن يرد عليه محامي، انا ما عنديش خلفيه قانونيه فعلا ده ينفع ولا لا، بس بناء على التعاملات السابقه اعتقد لو بلاغ من البنات انما مش من الجامعه، لان الجامعه اوريدي بلغت والجامعه اوريدي حولت الموضوع للنيابه، والنيابه لقيت ان ما فيش متهم يعني ما فيش بنات اتقدموا لاتهام الدكتور، فما كانش في ايدها حاجه تعملها، فما اعتقدش يبقى لها تاني دلوقتي حاجه طب تعمل. بس هلا خليني اسالك على حاجه، على نقطه هامه. الجامعه حفظت سريه كل المعلومات عن البنات بشكل حازم جدا وحاسم. هل احنا عندنا في يعني هل احنا عندنا في القانون المصري في حالات التحرش ممكن اروح اقدم بلاغ زي كده ويتم حفظ سريتي تماما والمعلومات عني انا شخصيا ونقوم بتحقيق الواقعه بدون اي تسريب عن المعلومات عني؟ لا طبعا ده مستحيل في مصر حضرتك، احنا بنبقى لسه داخلين القسم حالا وبنعمل المحضر حالا، وبعد 5 دقائق نسخه المحضر بنمره تليفون الضحيه بعنوانها بيكونوا في ايد المتحرش واهله، وبيروحوا الحقيقه يهددوا اهلها ويعملوا لها فضايح وحاجات كده. فالاحتفاظ بسريه الضحايا في داخل الاقسام وكده دي يعني انا ما شفتهاش الحقيقه. قد يكون في الجامعه في احتفاظ بسريه المعلومات، طبعا الجامعه مؤسسه مختلفه تماما عن يعني الداخليه او كده، لكن داخل الداخليه لا لا خالص. ده في حضرتك من كام سنه في موقع اخباري مشهور ومعروف جدا في مصر نشر محضر تحقيق كامل واضح فيه اسم البنت وعنوانها ورقم تليفونها ونشر المحضر. هو من امتى المحاضر بتتنشر اصلا على المواقع الاخباريه يعني؟ فالسريه دي هنا في مصر يعني فيما يخص الحالات دي يعني ضرب من ضروب الخيال الحقيقي. وهل يا هالة بيتم التواصل مثلا مع النواب مجلس النواب بحيث ان هم يعملوا تعديلات في القوانين دي بحيث ان هو يضمن سريه الضحيه؟ لان ده هيكون جزء فاصل الحقيقه في ان احنا نقدم، يعني في ناس كتير بتحكم على انها تقدم محضر او تطالب او تلجا للقضاء في قضايا التحرش عشان خاطر يعني يوصموهم باي شكل من الاشكال. هو ما فيش اصلا قرار يسمح بتسريب البيانات، يعني عشان يبقى نطالب بقرار يمنع تسريب البيانات. هو تسريب البيانات بي 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 بيحصل نتيجة ممارسات بتحصل من الأفراد من القائمين على العمل، يعني حتى لو عملنا يعني ما فيش قانون بينص إنه ممكن يسرب المعلومات.
فهنعمل ايه؟ احنا بنتواصل مع المجلس القومي للمرأة ومع اعضاء مجلس الشعب علشان القانون اللي موجود محتاج، القانون التحرش الموجود محتاج اصلا يتطور، وعشان قوانين المنظمة اصلا للمرأة يعني لوقائع العنف ضد المرأة في مصر محتاجة كلها فلسفة تشريعية جديدة. ففي من كام سنة في محاولات لهذا، بس يعني حتى الآن لم يعني ما حصلش طب كتير. هل في 2014 جامعة القاهرة اعتمدت سياسة مكافحة التحرش بشكل رسمي، ايه المفروض دلوقتي الجامعات او الشركات او اماكن العمل موجودة في مصر نظرا لان بقى قدامنا مشكلة دلوقتي والناس بتتكلم بالفعل ما عادتش مستخبية ولازم كلنا نواجهها وناخد خطوات، ايه الخطوات اللي انت شايفة المفروض الاماكن دي تاخدها لحماية لمكافحة الظاهرة على الاقل، مش هقول لحماية السيدات؟ هو الحقيقة جامعة عين شمس وجامعة القاهرة عندهم وحدة مكافحة التحرش جوه المبنى، معمولة من منظمات مجتمع مدني ومن أعضاء يعني ومن هيئة الجامعة نفسها، بيقدموا المساعدة للبنات وبيعملوا توعيات، واحنا كشفت تحرش كتير بنروح وبنعمل توعيات برضو جوه الجامعة. بس خلينا نقول ان جوه مكان العمل لازم يبقى فيه زي اللي احنا بنسميه مانيوال لكيف يتم التعامل مع المتحرش. في بعض الشركات العالمية عندها الدليل ده في ازاي بتتعامل مع المتحرش في تحرش، حركة تحرش داخلية، بيبقى منها زي ما جامعة القاهرة عملت انهاء خدمته او رفضه او عقابه ماديا او كده يعني. بنشكرك شكرا لينا، كنت معنا من القاهرة عبر الهاتف هالة مصطفى منسق مبادرة شفت تحرش. نخرج معكم لفاصل ونعود لاستكمال فقراتنا، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. توفيت السيدة مارسيل هارون والدة رئيسة الطائفة اليهودية بمصر مجدة هارون وزوجة المناضل اليساري اليهودي الراحل شحاتة هارون. وتعرف عائلة هارون بمواقفها المعادية للصهيونية والتطبيع مع إسرائيل. وكانت السيدة مجدة هارون قد رفضت أن يصلي السفير الإسرائيلي بالقاهرة على جثمان زوجها حسب وصيته. يذكر أن عدد أفراد الطائفة اليهودية المتبقين في مصر لا يجاوز 5 أشخاص. خالص تعزية بالتأكيد لأسرة هارون، وبينضم إلينا من لندن مينا ثابت مدير وحدة السياسات بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات. مينا، ممكن تحكي لنا وتحكي للسادة المشاهدين عن رمزية أسرة هارون في مصر؟ ألو يا مينا، اتفضل. ألو، حضرتك سامعاني؟ سامعك. يعني خالص تعزينا للأسرة وللشعب المصري في فقدان السيدة مارسيل هارون، زي ما حضرتك قلتي زوجة المناضل أو أرملة المناضل الراحل شحاتة هارون، ووالدة رئيسة الطائفة اليهودية الحالية في مصر السيدة مجدة هارون، ووالدة أيضا نائب رئيس الطائفة اليهودية الراحلة السيدة نادية هارون. الحقيقة يعني احنا النهاردة احنا أمام خسارة جديدة، يعني بتخسر العائلة اليهودية في مصر فرد جديد من آخر يهودية موجودة في مصر بينضم إلى بقية الراحلين عنها. وللأسف الشديد ده بيعيد دايما أمامنا يعني تذكار وكثير من الآلام التي تعرضت إليها الطائفة اليهودية في مصر من بعد 1952 والخروج الكبير اللي شهدته الطائفة اليهودية في مصر، وحتى ما أثار بأن جوه مصر دلوقتي حاليا احنا بنشهد ان مفيش يعني آخر عائلة يهودية موجودة دلوقتي، وما يعني يعدوا قد يكون عدد اليهود الموجودين في مصر يعدوا على
أصابع اليدين أو أقل من أن يعد على أصابع طب مين اليدين. البعض بيتخوف من ان ملف اليهود المصريين ومعابدهم وتاريخهم يستخدم للتطبيع مع اسرائيل، ايه رأيك؟ والحقيقة أنه يعني آخر يعني هو الرئيس الحالي للطائفة اليهودية في مصر له هي السيدة ماجدة هارون، لها موقف واضح من مسألة العلاقة مع الكيان الصهيوني. السيد شحاتة هارون رحمه الله كان له موقف واضح وموقف معادي للكيان الصهيوني، وموقف معادي ومساند جدا للقضية الفلسطينية، ومعادي أصلا لفكرة الصهيونية، وذلك بتصريحات علنية وبتاريخ علني. لكن الخوف مش بفكرة إن الموضوع يأتي إلى التطبيع وما إلى ذلك، الخوف هو في هذا التراث، الكم من التراث المهمل، لأن الطائفة اليهودية في مصر هي أقدم طائفة دينية موجودة على مصر، في مصر من قبل المسيحية ومن قبل الإسلام، وإحنا بنتكلم عن قرون من الزمن. هذه الطائفة لها تاريخ ولها جذور موجودة في مصر، والنهاردة إحنا أمام إن هذا التاريخ وهذا التراث من المعابد ومن السجلات ومن التاريخ الطويل جدا 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 لواحدة من أقدم الأديان الموجودة في الشرق الأوسط، إحنا النهاردة أمام إنه يعني هذا التاريخ وهذا التراث كله مهدد بالاندثار. ما فيش جهود كافية من تجاه الدولة للحفاظ على المعابد، ما فيش جهود كافية من جانب الدولة للاهتمام بالتراث والاهتمام بالوثائق والاهتمام بالكتب اللي موجودة داخل المعابد واللي بتمتلكها الطائفة. مش ما فيش اهتمام بأملاك الطائفة. عندنا المقابر اليهودية، هي أقدم، يعتبر من أقدم مقابر يهود في العالم، واللي بيأتيها يهود العالم كله من كل مكان علشان يزوروها في أي مكان في الدنيا. لما بيبقى في مقابر من هذا النوع وبهذه العراقة وبهذا التاريخ، كل الناس بتيجي وتزورها من كل أنحاء العالم. إحنا مش عارفين نحافظ على تراث يهودنا، يهود المصريين اللي عاشوا في مصر من آلاف السنين، والنهاردة كل يوم والتاني إحنا بنفقد فرد من هذه العائلة اليهودية في مصر. بنتمنى أن الدولة تلتفت لأهمية هذا الملف وللحفاظ على هذا التراث. بنشكرك، كنت معنا من لندن مينا ثابت، مدير وحدة السياسات بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات. شرفتنا يا مينا. صباح اليوم أدى المستشار عبد الله عصر اليمين الدستوري أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي ليباشر أول أيام منصبه رئيسا لمحكمة النقض ولمجلس القضاء الأعلى. كما عين الرئيس أيضا المستشار عصام المنشاوي رئيسا لهيئة النيابة الإدارية. ويعد القرار هو التطبيق الأول للنص الدستوري الجديد المتعلق بتعيين رئيس محكمة النقض من بين أقدم 7 نواب. وكان المستشار عبد الله عصر قد شغل منصبا قضائيا مختلفة آخرها رئيس المكتب الفني بمحكمة النقض، كما سبق له العمل 6 سنوات في دولة الإمارات نائبا لرئيس المحكمة الاتحادية العليا. ينضم إلينا محمد عادل سليمان المحامي والحقوقي. أهلا بك معايا محمد. محمد، هل عندنا معلومات عن أسباب وآلية الاختيار فنقدر نفهم ليه الرئيس السيسي تجاوز 4 في الأقدمية بمحكمة النقض، ولا الموضوع متروك إن احنا يعني نخمن إيه الأسباب؟ طيب، خلينا نشير في الأول إن ده أول تطبيق للتعديلات الدستورية الأخيرة. طبعا بعد التطبيق الأول بإنه السيسي هيقعد 6 سنوات بدل 4، ده تاني تطبيق يعني للتعديلات. وهو لو رجعنا بالزمن شوية، في 11/2017 صدر قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية، هو قانون أثار ضجة كبيرة جدا، واللي هو كان بيتجاوز مبدأ تم إرساؤه في تاريخ الهيئات القضائية المصرية، هو مبدأ الأقدمية بالظبط. وأتاح لسيسي أنه يختار واحد من أقدم 3 نواب في المحكمة بشرط أنه ترشحهم الهيئات العامة للمحاكم، ولو الهيئات العامة رفضت فيختار واحد من أقدم 7. وده اللي عمله سيسي مع مجلس الدولة، لأنه مجلس الدولة رفض ينصاع للقانون رقم 13 ل 2017 ويرشح اسم واحد فقط، هو مستشار يحيى دكنوري. ولكن السيسي اختار
مستشار تاني، وبالمناسبة المستشار التاني كان رئيس هيئة التشريع والفتوى في مجلس الدولة، وقد أفتى في وقت سابق بعدم دستورية القانون. القانون الهيئات القضائية اللي صدر في 11/2017 اطعن عليه في المحكمة الدستورية من أكثر من ثلاث قضاة، وأول طعن تم إيداعه كان طعن المحكمة الإدارية العليا، ويعني القضاء الإداري كان راح للمحكمة الدستورية على ما أتذكر كان في 11/2017. فإحنا عندنا الموضوع، وطبعا بينظر الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، ويعني متأكدين 100% أنه هيصدر حكم عدم دستوريته، ولكن طبعا تم تعديل الدستور بما يتوافق مع القانون رقم 13/2017، ثم البرلمان خلال الدور الحالي أصدر قانون جديد برقم جديد لتعيين رؤساء الهيئات القضائية ليتواكب مع التعديلات الدستورية اللي صححت القانون الغير دستوري اللي صدر في 2017. يعني احنا كنا قدام وضع يعني وقت صدر قانون رؤساء الهيئات القضائية كان غير دستوري، فاحنا عدلنا الدستور فبقى أصبح دستوري. بالظبط، ايوه احنا عملنا قانون غير دستوري، فعندنا ازمه يا جماعه نحلها ازاي، نعدل الدستور. فلما عدلنا الدستور عملنا قانون جديد علشان نقفل الصفحه القديمه تماما، واصبح القانون القديم مش موجود. والقانون الجديد صدر من مجلس النواب في دور الانعقاد الحالي بالمناسبه، وده اول تطبيق ليه. ايه السبب؟ هو احكام السيطره. الوقت احنا عندنا رئيس الجمهوريه بيعين طبقا للدستور رؤساء كافه الهيئات القضائيه، المحكمه الدستوريه العليا بيختار بدون إبداء أي أسباب واحد من أقدم سبعة. إيه المعايير؟ مفيش معايير نهائية غير طبعا المعايير الأمنية في كل الهيئات القضائية. عندنا رئيس الجمهورية كذلك يختار رؤساء الأجهزة الرقابية بنفس الآلية. ففي النهاية احنا بنتكلم على رئيس سلطة تنفيذية يعين رؤساء الهيئات القضائية ويعين رؤساء الهيئات الرقابية، فمعاه القضاء والرقابة، والأجهزة الأمنية بتاعته بتختار نواب البرلمان. فبنتكلم على إحكام كامل للسيطرة، معاه القضاء ومعاه الأجهزة الرقابية ومجلس شعب كامل. يعني وده كمان ياخدنا، يعني نقدر من خلاله نعرج كده وإحنا مش بنحيد عن الموضوع، عن القضية بتاعت خلية الأمل. الأحزاب السياسية عايزة تنزل انتخابات البرلمان، قفل الموضوع تماما علشان يتم اختيار البرلمان اللي جاي السنه الجايه الانتخابات بنفس طريقه البرلمان الحالي عن طريق التقارير الامنيه، وكان الجهات الامنيه هي من تدير البلاد بكل مرافقها، ومش مرافقها بكل سلطاتها. الجهات الامنيه تسيطر على السلطه التشريعيه وتسيطر على السلطه القضائيه من خلال التقارير اللي بتقدمها للرئيس، وبناء عليها بيختار الهيئات. فما عندناش اي اجابه ليه اختار فلان على الرغم انه في اربعه قبل منه، مفيش اي اجابه خالص غير ان دي رغبه الرئيس والاجهزه الامنيه بتاعته. طب احنا كنا اتكلمنا على الطعون، وشوفنا في 2017 المستشار الدكروري والمستشار انس عماره قدموا طعن فعلا ضد تجاوزهم برئاسه مجلس الدوله ومحكمه القضاء. هل الطعون دي دلوقتي اصبحت بلا جدوى خلاص، ومحدش يقدر يقدم طعون مره اخرى؟ لا خلاص، الطعون دي اتقدمت لانه القانون رقم 13 لسنه 2017 صدر بالمخالفه للدستور الموجود وقتها، ودي كان عندنا اعتراضات من كل الهيئات القضائية، واللي اختاروا في النهاية المسار الدستوري وراحوا طعنوا كلهم في المحكمة الدستورية. يعني الطعن قدام دائرة رجال القضاء في القضاء المدني، والطعن قدام دائرة رجال القضاء في القضاء الإداري، ثلاث طعون على ما أتذكر، والثلاث طعون اتحالوا للمحكمة الدستورية. النهاردة مفيش محكمة دستورية من حقها تتصدى لأن القوانين تم إلغائها، يعني احنا والمصلحة انتفت وتم تعيين ناس تانية، والدستور تم تغييره، والدستور دلوقتي بيقول انه طريقة التعيين هي الطريقة دي. يعني الدستور كمان أسوأ من القانون 13 لسنة 2017 اللي كان بيقول انه هو يختار واحد من آدم ثلاثة، الوقت واحد من آدم سبعة وهو حر يجيب اللي هو عايزه. طيب محمد، احنا يعني السؤال اللي بيتسال، يعني احنا شفنا في 2005 وكلنا حضرناها على حياة عيننا، يعني القضاء بيقف وقفة رجل واحد قدام مبارك، وكان في حاجة أقل من كده بكتير، ما كانش حتى الوضع وصل إلى هذا الحد. دلوقتي ليه شايفين المشهد ده في رأيك؟ يعني وانت بتقولي لي وقف وقفت رجل واحد دي، أنا مش قادر أقول حاجة غير كنا رجالة وقفنا وقفت رجالة.
يعني ده تاريخ، يعني خلاص ده الوضع اتغير تماما. احنا النهاردة في 2019 قدر عبد الفتاح السيسي ينصب القوات المسلحة فوق الدستور والقانون والقضاء ورئاسة الجمهورية، وأصبح الجيش دلوقتي هو الرقيب على حماية المسار الديمقراطي، وبينصب نفسه وهو رئيس جمهورية فوق السلطات الثلاثة، يعني هو فوق السلطة التنفيذية، هو بيعين كل الناس وما بيتسائلش. يعني النهاردة أنا أول ما القرار بالقانون ده نشر في الجريدة الرسمية الأسبوع اللي فات، المقارنة الأولى اللي جت في بالي، طب ليه البرلمان ما أصدرش القانون الخاص بإلزام رئيس الجمهورية بتقديم الذمة المالية؟ وليه ما طلعش ضوابط؟ وليه البرلمان ما طالبش الجهات التنفيذية؟ ليه ما قالش رئاسة الجمهورية فين بيان الذمة المالية بتاع الرئيس وبتاع الحكومة؟ ودي مادة دستورية بالمناسبة موجودة. طيب كمان احنا عندنا مادة في الدستور ليها علاقة بعدم تقديم إشكالات على أحكام مجلس الدولة إلا أمام مجلس الدولة، والبرلمان أعد القانون وأحاله لرئيس الجمهورية، ليه القانون ده ما صدرش لغاية دلوقتي؟ فإحنا بنتكلم إنه السيسي بيتعامل كمان مع البرلمان باعتباره يعني منفذ لمصدر لقرارات السلطة التنفيذية وليس رقيبا عليها. يعني مفروض البرلمان عنده دور رقابي، يشوف الذمة المالية للرئيس والحكومة، لا البرلمان ما بيعملش كده. طب البرلمان مفروض يصدر قانون علشان يحافظ على أحكام مجلس الدولة، البرلمان أصدره وبعته للرئيس، الرئيس ما أصدروش، ما نشروش في الجريدة الرسمية وما صدقش عليه. فاحنا بنتكلم على وضع ملتبس تماما ومرتبك تماما، الرئيس فوق السلطة والجيش فوق الرئيس والأجهزة وسلطات الدولة الثلاثة. بنشكرك، شكرا لي، كنت معنا محمد عادل سليمان المحامي والحقوقي، شرفتنا يا محمد. شكرا لكم متابعتكم، ليلتكم سعيدة وبكرة أحلى بإذن الله يا رب.